احنا امس حللنا الاسمنتات وتكلمنا عليها بشكل استراتيجي، لكن خلونا نتكلم على اليومي. اساسا وانت بتتفرج على الشارت الشهري باين عندك شيء واضح مفضوح، انه اسمنت الشماليه ومنذ ان صعد بالشمعه القويه دي العاليه اللي رفعته الين مناطق ال 18 30، شوف هذه الشمعه كانت في شهر كم؟ كانت في شهر 4، السهم جنى ارباحه في 5 وصل 16.52، بعدين رجع ما شاء الله كمل الين وصل الاعلى 19.80. حصل اللي حصل، كسر 18.30، حصل اللي حصل، كسر ال 17 15 17 17 في اوغست. في اوغست ارتد من 16.54، شايف قريب من دعم شهر 5. شوف الان في سبتمبر اليوم يضغط، واضح عندنا الان انه قاع اوغست خلاص هو الدعم القريب، وباينه عندنا ال 17 17 ان هي منطقه المقاومه اللي نحن نتمنى انه يتمركز فوقها الشماليه عشان يبدا رحله البحث عن الترند الهابط الفرعي ومستويات 18 30، لانه قوه الشماليه لن تعود الا باقتحام 18 30 من جديد. فما زال الشماليه فوق مستوى 16.54 16.52، هذه مستويات دعم. لو كسرها السهم اعتقد يا اخوان انه الشارت واضح وفاضح، منطقة ال 38 فيبو من الموجة الرئيسية 15.75 قد تكون دعم فولاذي، دعم جيد. وامس قلنا لا قدر الله لو بالغ السهم في نزولها عندنا متوسط المية وسقف القناة، وهذه بعيدة شوية ما بين 14.70 و 15 ريال، يعني انت قاعد تتكلم عن مهرجان سيء لو كسرنا في أسوأ الظروف بحدود 10% وأقل من ذلك، ريال ونص تقريبا يعني اللي هنا. أنا ما أبغاك تستعجل وتحكم على الكلام ده بدري، خلونا نشوف ماذا يفعل عند قاع أوغست. هذا قاع أوغست ممكن يرجعوا زي ما رجعوا في شهر 5 وزي ما رجع في شهر 8. شوفوا في شهر 8 رجع حافظ على 17 17، شوفوا ما عندنا إغلاق شهري تحته، يعني الندي ده ممكن يضحك عليك. الإسمنتات قوية يا أخوان، وما يحصل فيها زي ما قلنا هي عملية سرقة عمدا متعمدا، هذول قاعدين يضغطوا عشان يجمعوها لأنه لسه ما زالت الرحلة قائمة. الرحلة قائمة مستقبلا قد تصل إلى 25 ريال، فكل ما سحب النبيل على تحت رمت الهدف أبعد فوق. على العموم الآن الله يعينك ويساعدك، كثير عندنا شركات الآن نحن موجودين فيها مضغوطة، عارفين دعومنا فيها الرئيسية، بعضها يبعد 3%، بعضها يبعد 5%، بعضها يبعد 2%، بعضها يبعد 3%، وشرلهم ما لم تكسر. نحن ما لنا غير الصبر، فين نبيعها؟ نبيعها في القاع، حايل، نجران، شمالية، كله عايش نفس الفيلم. والله أسهم حلوة بصراحة، حلوة مو للمضارب اليومي، حلوة للمستقبل، بس يبغى لها تكتك، يعني يبغى لها فن تجميعي، يبغى لها صبر. لا تحسبوا أن الحفلة انتهت، يعني الحفلة وراها علوم. خلونا نستأنس بهذا المنظر، هيا خذوا. أنا أحب دائما وأبدا لما أطمنكم أطمنكم بشيء معقول. طيب إذا جينا نبغى نعتمد هنا، شايف؟ لو جينا من قاع كورون سيبوكم من القناة العرضية، مع إنه القناة العرضية هي الأصدق، لأنه السهم شوف قديش قعد سنين من 2018 إلى عام 2021، 3 سنين حتى اخترق السقف حق تذبذب 3 سنوات. لكن خلونا نستأنس، أتخيلوا إنه في أوغست
لامس سقف القناة. هذه سقف القناة شايفينها المنقب. شوف الآن هو ليش اليوم في بيع السهم؟ في خوف، لأنه ما في شيء أكيد، لكن في خوف إنه شوف بدأ ينحرف عن سقف القناة الفرعية. شوف الشمع اليوم اللي خلاه يضغط الشمالية إنه شوف بيوريك إنه يبغى يخرج. طيب هذا الكلام ممكن يكون فيه كذب، إيش دراك أنت؟ مهما نزل يرجع في النهاية يقفل فوق. يا أخواننا شوفوا، لما يكون السهم نطاق حركته 10% يعني 17 قدام إغلاق اليوم، كم تقريبا دي تعادل بالمئة؟ يعني توقعوا إنه هذول الكذابين مهما ضغطوك 4% 3% هذا ممكن بجلسة واحدة يقلب أم الهرجة، يجيك في آخر الشهر يسحب لك السهم، يبين لك إنها شمعة وتد. شوف سواها في أوغست، كم قفل في أوغست؟ قفل في أوغست فوق 161 فيبو من اختراق قمة 2014، فوق وفوق المطب حق قاع 2014 هذا 17.5. شايفين فين أغلق؟ أغلق الشمالية عند مستويات 17.30. ما قال لك أنا ما خرب شيء، أنا ما زلت صح. جاء في سبتمبر لأنه برضو الإسمنتات مضغوطة رجع ضغط مرة تانية. طيب ما في شيء يأكد، ما في إغلاق شهري نس. الله يعيننا، الله يعينهم. يعني قديش هو خباسة المضاربين الآن باستغلال الوضع النفسي ده. لذلك أنا أقول الله يعينكم، يعني لو كسر قاع أوغست هذا ممكن ينزل، وممكن يسوي لك في آخر الشهر شمعة طويلة وبرضا ترجع تقفل فوق 17 ريال، وكأن شيئا لم يكن، وبعدين يطلع فيقتحم 18-30 فيكشف 20-84 وتجي تطل في المستقبل فتجد السهم حصل فيه ارتداد. وفي النهاية مستقبلك مهما انضغط، لو حتضغط لل 38 فيه، اعلم رعاك الله انه مستقبلك هكذا. أرى أنا في الإسمنتات أقوياء، الإسمنتات أقوياء، شارتاتها قوية. تحررنا يا أخوان نحن من أمور كثير كانت في الإسمنتات. شوفوا الآن الشارت التاريخي هذا لسه حتى القمم دي اللي عند 24، ولسه هذه كلها لسه. هذا القاع اللي كان عند 17.5 قمته 23.80 نحن ما جبناها، ما جبناها لسه، ما زلنا بنلعب في المرحلة دي. دائما سبحان الله الأسهم تشطح عند القمم بشمعة طويلة تصريفية، وعند القيعان تشطح تحت بشمعة حرامي لسرقة السهم. فالصبر طيب. هذا فيما يتعلق تعليقا على الضغط على الشمالية.